بهدف دعم مبيعات مواد البناء والحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة، وبهدف تعزيز مفهوم الصحة والجمال، انطلقت فعاليات معرض البناء بيتك ومعرض الحرف اليدوية ومعرض الصحة والجمال في أرض المعارض وعلى مدار أسبوع. ما شاء الله، يعني في إنتاج جيد وحلو، معروضات يعني الواحد يستفيد منها كتير، ومع الأسف إنه كثير ناس ما يعرفون شو موجود بالكويت، يعني من صناعة ومن يعني حرف موجودة. يعني هالمعارض جدا مهمة إنه الناس تتعرف على شو الأشياء الموجودة بالكويت. أهم شيء عندنا إنه نوصل التجار مع بعض بالكويت، نوصل التجار مع الخارج. أي واحد بالعالم يطلب مادة بالكويت أو شركة بالكويت، إحنا حلقة الوصل بينهم. أكثر من 250 شركة تعرض منتجات محلية وعالمية، إن كان في معرض مواد البناء أو في معرضي الحرف اليدوية والصحة والجمال. إحنا كل سنة نشارك مرتين بالسنة. طبعاً الشركات اللي تشارك هنا مختصة في البناء، في عمارة، في البناء العمومي، يعني في العمارة. طبعاً بتدي من الطابوق إلى المراحل الأخيرة إلى شركات المياه اللي هي في سخانات وفلاتر ومضخات وخلافه. طبعاً الصناعات الوطنية من أوائل الستينيات حاولت ولا زالت مستمرة بحيث أنها تحافظ على الإيمج مالها وتعطي كل ما هو جديد للمواطنين المستفيدين من دعم الحكومة أو الأشخاص اللي ما عندهم دعم. في معرضنا هذا اللي شاركنا فيه 2019 في بيتك، إحنا قاعدين نحاول نبين كل ما هو جديد من مصانع الصناعات الوطنية والشركات المساهمة اللي معانا. المعارض الثلاثة وفق المشرفين عليها تلبي متطلبات الزبائن من مختلف القطاعات والشرائح، لذلك فإنهم يتوقعون إقبالاً كثيفاً من الجمهور من اليوم وحتى 23 من الجاري. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.